توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى طوكيو في إطار زيارة رسمية له لليابان، هي الأولى منذ توليه منصبه. يشارك أبو الغيط خلال الزيارة في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، فضلا عن إجراءه عددا من المقابلات والأنشطة الرسمية في هذا الشأن. تهدف هذه اللقاءات إلى تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.